يعني بعد ما تم تقديم الأفضل للقضاء يعني بناء احنا قاعدين نتعامل مع الصورة تو بناء على المعطى هذايا اللي كرتو بناء على الصورة كما نشوفها يعتبر هذايا إضافة يعني إحلال ثالث في مستوى ثالث في علاقة بالقانون يعني أن يكون المظلوم هو اللي يتحول إلى موضوع إيقاف وتحفظ ولولا يعني الكاميرا ولولا ربما لا تلفيق لا تهمني هو تم هذا أخطر ما في الأمر في حقيقة الأمر يعني لأنه اليوم حالة الانفلات المعمم والفوضى المعممة في البلاد وأصبح الجميع يتطبع بها نتسأل وين ماشيين في نهاية الأمر يعني هذوما الناس اللي حريصين على تطبيق القانون نجدهم أول من يخرق القانون من يخالف القانون يعني المشكلة تولي تقريبا مشكلة أخلاقية بالأساس مش في بنية القانون أو البنية التشريعية اللي تعاملوا معها معناها يتم الاعتداء عليه ثم اقتياد وقامت العون الأمن هذه باقتياد رفقة زميلها إلى